يقول أبو عمران التجيبي: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضال بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري اللي هو خالد بن زيد، وطبعا هذا صحابي عالي الشأن، وكلهم أصحاب شأن عالي، فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية، إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. قال: اكتب. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض، من القائل؟ الصحابة. فقال بعضنا لبعض: سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذا الكلام فيما بينهم دون أن يعلموا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يرد علينا ما قلنا، يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال أبو أيوب، قال أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. طيب، هل في هذه الآية التي نحن بصددها طبقا لما فسرها أبو أيوب الأنصاري، وهذا أدق تفسير، هذا أدق تفسير، هل في هذه الآية مستند، مستند لجواز الانتحار؟ وهل فيها مستند لجواز الانغماس، الانغماس في صفوف الأعداء نكاية بهم وتنكيلا وتحقيق الخسائر فيهم أم لا؟ واضح إخواننا المسألة؟ طيب، كما نعلم جميعا ولا يخفى ان احنا في اي تقرير مسألة شرعية بنأتي على كل النصوص، ومن اتى بنص دون الاخر فلا شك انه سلك مسلك اهل البدعة. فاحنا عندنا النصوص متواترة والاجماع منعقد على حرمة قتل النفس، ده مسألة منتهية،
قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيح أيضا قال ربنا عز وجل: عبدي بادرني بقتل نفسه حرمت عليه الجنة. فنريد التوفيق بين هذه النصوص وبين الآية التي بين أيدينا بتفسيرها المعتمد الذي فسره أبو أيوب الأنصاري. اعلموا إخواني أن هناك فرق بين الانغماس في صفوف الأعداء وغلبة الظن على تحقيق فساد وخسائر في صفوف الأعداء مع غلبة الظن أنه لا يقتل. هذا أمر لا خلاف في مشروعيته. يبقى ينغمس في صفوف الأعداء بيغلب عليه الظن أنه يعمل إيه؟ يحقق فيهم خسائر، ويغلب عليه الظن أنه لا يقتل. وهذا الذي فعله هذا الرجل، وهذا الذي حدث مع كثير من الصحابة والتابعين في الغزوات. فكان الواحد فيهم يقوم بالمبارزة يغلب عليه الظن أنه سيهلك عدوه، ويغلب عليه الظن أنه سيحقق فيه من خسائر، كما حدثت المبارزة يوم بدر ويوم أحد وغيرها. واخد بالك؟ يبقى هنا الضابط إن هو بيغلب على الظن تحقيق خسائر، وبيغلب على الظن أنه لن يموت، هذا لا شك فيه. طيب، مسألة بقى الانتحار، وهذا الذي يحدث كثيرا في بلاد فلسطين. يقوم كثير من الناس ويلغم نفسه بمتفجرات، وقد علم الداني والقاصي أنه سيموت حتما ولا بد، فأصبح هنا اليقين موته، وغلبة الظن أو الظن المرجوح تحقيق خسائر في الأعداء. واخد بالك؟ وعليه فالفتوى والذي عليه العمل. وهذا كلام العلامة ابن عثيمين، ومن قبله شيخه المبارك ابن باز، وجل أهل العلم على أن الانتحار في على أساس تحقيق خسائر عند الأعداء هذا أمر محرم ولا يجوز. وما يحدث في بلاد فلسطين من عمليات يطلقون عليها استشهادية، هذا الفعل محرم ولا يجوز، وإن أبى من أبى، وإن رغمت أنوف، لأن هذا الكلام لا يروق لكثير من القوم، لأن الناس هؤلاء لا يحكمون شرع الله في مثل هذه الأمور، بل يحكمون الهوى والعواطف، وينظرون إلى البهرجة الإعلامية التي تحدث، ومن خلالها يظنون أن الفعل مشروع أو أنه جائز. وهذا الأمر إخواني ليس بمسلك لأهل السنة في التعرف على الأحكام الشرعية، بل التعرف على الأحكام الشرعية بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فقول أبو أيوب الأنصاري: سبحان الله، إنكم لتؤولون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فينا نزلت معشر الأنصار. يبقى في وقت كان الشرع والإسلام يحتاج إلى المسلم أن يقوم بجهاد الدفع أو جهاد الطلب، وفي هذه الحالة تخاذل المسلم وأقام على أمواله وعلى معاشه وعلى أولاده على حساب العمل لدين الله عز وجل. فهذه الحالة إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. أما التهور والوقوع في قتل النفس على أساس تحقيق بعض الخسائر عند العدو، هذا كلام غير صحيح وغير شرعي بالأدلة الشرعية. وإذا نظرت إلى الواقع تجد أن الواقع يؤكد ما دلت عليه الأدلة الشرعية. واخد بالك؟ يقوم الرجل
ووصل الجرم تقوم الفتاة بتلغيم نفسها وتدخل في العدو في حافلة أو في سوق تجاري أو غير ذلك. ما الذي يحدث؟ ينفجر ويهلك أول الهالكين، وبعد ذلك يترتب على ذلك موت بعض اليهود. رد الفعل من اليهود على هذه الفعلة أوليس في الحزبان؟ أوليس في الحزبان؟ لذلك يا أخواننا نريد أن نميز بين الحماس وبين الفهم الدقيق والعلم الشرعي. عمر الأمور ما تؤخذ بالحماس، ولكن ما يأخذ بالحماس إلا أهل الأهواء، إلا أصحاب الآراء الذين لا يرجعون إلى النصوص ويحكمون الهوى والحماس في كل القضايا. لا، لذلك لو أنت استقرأت أحوال فلسطين من خلال العمليات اللي هم بيسموها فدائية أو زي ما يسمونها كلها يا أخوان، ما أتت بأي نفع قط إجمالا. بعض اليهود ماتوا، كثر ماتوا، ولكن ما ترتب على ذلك، يعني لعل في الوقت الحاضر المرئيات ما تترك شيئا إلا وأظهرته للناس. انظر إلى الدمار وإلى المقتلة العظيمة التي تحدث للفلسطينيين بعد أن ينفذوا العملية الإرهابية التي يسمونها، أو العملية الاستشهادية كما يسمونها. يحدث ذلك دمار ما بعد دمار. وربنا عز وجل لما أمرنا بالجهاد وحث عليه ورغب فيه جعل هذا أيضا منوطا بالقدرة والاستطاعة، وإلا كيف نفسر أن الله عز وجل ما أذن بالجهاد ولا بالقتال إلا بعد مرور 15 سنة من البعثة؟ صح، 13 في مكة، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، 15 سنة يضرب المسلمون ويعذبون ويفعل بهم الأفاعيل، ومع ذلك كان قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال، أمرنا بالعفو والصفح. ليه؟ القضية يا أخواننا ليست قضية استشهاد فقط. لذلك في بعض الغزوات وكان أميرا على القوم رجلا من المسلمين، فإذا بجماعة من جيشه تعجلوا وعبروا النهر فقتلوا عن بكرة أبيه، فقام الأمير وقال قولته المشهورة التي يعني تعتصر حكمة: بئس قوم كل همهم الشهادة. ألا هي القضية أن أنت تموت في سبيل الله شهيدا؟ لا، القضية مش كده، ده آخر شيء عندنا. القضية أننا نتمكن من الأعداء ونعلو عليهم بأقل قدر من الخسائر، لأن المسلم منزلته عند الله عز وجل عالية ومكانته عظيمة، فليس من السهل ومن الهين أن يستهون المسلم بنفسه ويودي بنفسه إلى التهلكة. واخد بالك؟ ده الكلام ده مبدأ مرفوض. بئس قوم كل همهم الايه؟ الشهادة. طب انت رحت شهيد، اللي وراك بقى هنعمل ايه؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ واياك ثم اياك ان تنظر للامر بعاطفة، ولكن ان انظر الى الامر بمحض الادلة الشرعية. فمسألة قتل النفس يقينا وغلبة الظن بإلحاق الخسائر بالأعداء، هذا الأمر غير مشروع. واضح يا اخواننا المسألة دي؟